السلام عليكم. هذا لقاءنا الرابع. خلينا نبدأ بسؤال عن الفضيلة أو القيمة أو السجية أو المنقبة الأساسية في تفكير النقد. لو سألتكم شنو هي الفضيلة أو السجية أو القيمة أو المنقبة الأساسية في تفكير النقد شنو هي؟ لو قلناها في كلمة واحدة في تعبير واحد. No dogmatism. أوكي جميل. أنا حنقول الحياء المعرفي. الكوجنيتيف شاينس ولا ابيستيميك مودستي. اللي عكسها وبالتالي الرذيلة الأساسية اللي يقاوم فيها التفكير الناقد، الرذيلة أو المثلبة أو النقيصة أو الأساسية، هي الصلف المعرفي. الصلف شنو هو الصلف؟ مش مر عليكم الكلمة؟ لا أول مرة. صرف. ها؟ صرف معروفة الكلمة. ها؟ صرف. لا 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 صرف. صلف. صلف معروفة ككلمة يعني. أها إيش معناها؟ الغرور أو شيء من القبيل. أوكي. خلينا نقوله الكوجنيتيف فانيتي أور أروغانس. أوكي. شنو الصلف؟ الصلف هو تكلف المرء ما لا يحسن. يبقى فيه ادعاء ما لا يحسن. اليوم مرت علي عبارة لابن رشد بسيطة لكن تعبر عن فكرة الشاهدية أو القرينية. يقول الحكمة هي النظر في الأشياء بمقتضى طبيعة البرهان. السمبل أزدات. طبعا قلت ابن رشد أنا عشان نذكر أن راه التفكير الناقد موجود اصلا في تراثنا العربي الاسلامي. يعني انا اليوم حنوريكم نص، يعني فعلا نص باهر كانه كتب اليوم، مع انه كتبه الحسن بن هيثم سنه 1040، من حوالي 1000 سنه. شوفوا النص ايش يقول. الحق مطلوب لذاته، وكل مطلوب لذاته فليس يعني طالبه غير وجوده، ووجود الحق صعب والطريق إليه وعر، والحقائق منغمسة في الشبهات، وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس، وما عصم العلماء من الزلل. فلو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء في شيء من العلوم لو كانوا معصومين على الخطأ، ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور، والوجود بخلاف ذلك. فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين الأسلافة المسترسل في طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم. من يتهم ظنه فيهم، المتوقف فيما يفهمه عنهم
المتبع الحجة والبرهان لا قول القائل الذي هو إنسان. والواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة الحقائق، شوفوا البعد الانعكاسي، أن يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه ويحيل فكره في متنه وحواشيه ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهم أيضاً نفسه عند خصامه فلا يتحامل عليه ولا يتسامح فيه، فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفت له الحقائق وظهر ما عساه وقع في كلام من تقدمه من تقصير. حاجة باهرة تحكوا علي قرن 11. خليني نواصل موضوع بدأت الأسبوع الماضي، وأعتقد أنه مهم جدا لطالب الطب أو لطالب العلم أيا كان تخصصه، اللي هو نحن حكينا على علاقة العلم بالمعرفة، وحكينا على علاقة العلم باليقين، وكأننا فكينا الارتباط بين الاثنين مع استدراك مهم جدا. الفكرة كانت العلم لا يظفر بمعارف ولا يتيقن من أفكاره وفرضياته لسبب بسيط جدا، أن من شروط المعرفة أن تكون الأدلة قاطعة، وأدلة العلم ليست قاطعة. لكن طبعا هذا لا يعني أننا لا نحتاج للعلم، هذا يعني أن العلم يظل يتبوأ منزلة رفيعة في التراث الإنساني. الواقع أنه يمثل أوج مراتب العقلانية البشرية. لماذا؟ كان تذكر العبارة، على الرغم من أن أدلة العلم على فرضياته ليست قاطعة، ليس هناك نشاط بشري أحرص على قطعية أدلته من العلم. تمام؟ لكن لاحظوا كل هذا الكلام انقال دون أن نعرف العلم، حتى الآن لم نعرف العلم ولا فرقنا بين الجينوين ساينس والسودو ساينس، وهذا مهم جدا. يعني أنت طالب طب بعد سنتين حتتخرج وحتقعد عميد كلية الطب بعد ما تحصل دكتوراه إلى آخره، وجيك رسالة محولها وكيل وزارة التعليم عن من؟ عن البرلمان، تقول لك فيها هل الحجامة والطب البديل علم ولا مش علم؟ هذا هو فحوى رسالة. بكيف حترد إذا كان أنت ما تعرفش العلم شنو هو؟ سؤال، عرف العلم. يريد كل واحد يكتب جملة، ويريد مرة أخرى تكون إيش؟ خاطئة. لا بش نعطي فرصة، بش نعطي فرصة لأفكار مستقلة، عرفت؟ define science. لما نقول science as opposed to pseudoscience.
طبعا السؤال راهو له علاقة بما سبق، يعني نحن عندنا شروط التعريف الجيد، عندنا الوضوح والخلو من الأدوار المنطقية وأن يكون جامعا مانعا إلى آخره، هذه تكون في الذهن وإحنا نصوغ التعريف. باهي من نبدأ؟ نبدأ من؟ من جاهز؟ كل عادة. العلاقة العلم بأنها الوسيلة المحكمة في الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من التيقن في تفسير الظواهر. في تفسير الظواهر. الثانية دكتور عادل. يعرف العلم بأنه الوسيلة المحكمة. وسيلة محكمة. للوصول. إلى أكبر درجة ممكنة من التيقن في تفسير الظواهر. للظفر، خلينا نقول للظفر بالحد الأعلى من التيقن من تفسير الظواهر. جميل. طبري. طبعاً تعريف آخر أو يحضر اللي هو sciences and organized knowledge can be reached by investigation. معرفة ممكن صعوب عربي ومنظم. معرفة منظمة. والمعرفة. organized منظمة. منظمة اللي يتم الوصول إليها من خلال الinvestigation أو التقصي. تستحصل عبر التقصي. اوكي. الثاني ما يثبت بالدليل والبرهان ويضيف الى المعرفه. ثاني او كلمه لي ما يثبت بالدليل والبرهان. ما يثبت بالدليل والبرهان ويضيف الى المعرفه. ويضيف الى المعرفة. اوكي. حتى تاني. ممكن نقول انه هو مجموعة الافكار والمفاهيم. لو عرفنا مش كبروسس كمنهج هو يعني. افكار ومفاهيم. مجموعة الافكار والمفاهيم المدعومة او التي دعمت. معززة. او معززة. باكبر قدر ممكن من الادلة والشواهد. بافضل الشواهد. تمام. جميل. خلينا نحترض عليه بعض الأشياء، أوكي؟ يعني حنحترض عليه أفكار ومفاهيم. لا أعتقد أن العلم يحاول أن يدلل على أفكار أو مفاهيم. لا، أنا أقصد بها هي أفكار تحاول الوصول للواقع الموجود يعني، أو تفسير الواقع غير فرضيات. أيوة فرضيات. أوكي؟ لأن لاحظوا دائما ان كنت تذكروا هذه قلتها الاسبوع الماضي، ان in science we know that، وهذه جمله اللي بعد ذات جمله، وبالتالي هي صادقه يا كاذبه. اذا الحقائق. لا، في فرق بين الجمل والحقائق، لان الجمله قد تكون كاذبه، صح؟ As opposed to in technology, شن ساير؟ We know how. Okay. جميل. طبعا أكيد أنا ضد هذا. ضد الكلمة هذه. إثبات. ليس هناك إثبات في العلم. Okay. وعلى فكرة عدم وجود إثبات في العلم هذه ليست نقيصة فيه. هذه علامة الفارقة. ليش؟ لأنه هو مستعد باستمرار للتخلي عن فرضياته حين يثبت بطلانها، مستعد باستمرار للبحث عن شواهد جديدة يتعزز يا تدحض ما انتهى إليه. فهذه نقطة مهمة. يعني تؤكد الآليات المستخدمة في العلم أن كل شيء يتعرض، لكن بالتأكيد في لحظة ما لدينا إثبات ما. No. لماذا؟ لا، خلينا نقول لحظة دكتور محمد، إن الحديث الآن عامة. نعم. بالمطلق. وأنت لما
تعطي حكم عام على جميع العلوم في جميع الأزمنة في جميع الظروف. لنكونوا دقيقين في الكلام، لأنك أنت جردت تجريد عام. أنا بقول قلت لكم في ثلاث شواهد ضد إمكان المعرفة واليقين والإثبات في العلم. الأول كان تاريخي. شوف تاريخ أي علم، في كل مرة نقوله أثبتنا، بعدين نقوله لا معليش غلطنا، تاريخي ذا. الثاني منطقي، الاندكتيف جامب، إن دائما شواهدنا لا تستنفد محتوى الفرضية. فرضية العلوم كلية تحكي على الكون كله، أنت ما تقولش المعادن تتمدد في باكستان، ولا تقول المعادن تتمدد سنة 2010، في كل زمان ومكان محتوى الفرضية العلمية. لكن أدلتها دائما الفرق ما بين الساينس والفيكشن، يعني العلم لا يكون علما إلا لما يكون فيه برهان ولا دليل. لا من له أنا مع كل دليل ما عنديش عليه اعتراض عليها، لكن مش لم يكون فيه إثبات، لأن كلمة إثبات تعرف إثبات بروف، والبروف معناها مقدمات صادقة ونتيجة صادقة، هذا تعريفها. هي راهو مس كوميونيكيشن في فهم كلمة إثبات، أوكي. لكن لما نقول تقول لي أدلة، أوكي معك، أوكي تمام. أنا قلت دليلين توا، تاريخي ومنطقي. في دليل ثالث ما قلتش ومهم جدا، هو دليل فلسفي لكن مهم جدا. شوفوا في النهاية العلم يبحث عن ماذا؟ عن العلم يحاول تفسير ظواهر، والتفسير عادة يتم عن طريق إيش؟ شنو اللي فرضيات، شنو اللي يقوم بالتفسير، شنو الكينونة اللي عندها القدرة أنها تفسر. قانون، لا يفسر الظاهرة إلا قانون. explanation إيش معناها؟ إيش معناها to explain a phenomenon؟ معناها يعني خلونا نأخذ مثال بسيط جدا. أنا نحط قطعة حديد في البريزة فنصعق، ابني يقول لي إيش صار؟ لماذا؟ السؤال لماذا هذا هو سؤال العلم الأساسي. إيش حنقول له؟ نقول له شوف هذا معدن والمعادن موصل الكهرباء أو قانون. شوف أي ظاهرة حتلقى دائما أنت تلجأ إلى قانون. طيب يبقى نحن لا نفسر إلا بقوانين، والقوانين عبارة عن إيش؟ القانون عبارة عن علاقة علية سببية بين شيئين، بين شيئين، بين المعدنية وتوصيل الكهرباء، بين الحرارة والدفء. لا مهم في علاقة سببية بين طرفين أو ثلاثة أو أكثر، لا مش مهم اثنين أو ثلاثة، لكن في علاقة سببية. باهي سؤال، متى تقوم العلاقة السببية بين سين وصاد؟ سين الى وجود سين رابط، اوكي لاحظنا مشكلتنا التقليدية اللي هو نسأل عن مفهوم إيش معناه، هتعطيني واحد آخر حنقول لك إيش معناه، إيش معناه يؤدي؟ ما يؤدي هي يسبب، بدلنا شيء. أوكي. أوكي. خلينا نقول الإجابة التقليدية واللي عارفين من قالها الغزالي. سين هتكون سبب صاد
إذا توفرت ثلاث شروط: أسبقية زمنية لسين على صاد، اثنين تجاور مكاني نسبي طبعا نحكو على أفلاك هني حيكون ثلاثة ارتباط ضروري بين سين وصاد. ارتباط إيش؟ ضروري يعني ناموسي قانوني. لحظة شيء وهذه النقطة المهمة، أسبقية سين على صاد نقدر نعرفها بالساعة، تجاور سين مع صاد نقدر نعرفه بالمتر. الارتباط ضروري ما ينحقش، ما ينحقش. انت بتحق ان في ارتباط ضروري بين الحرارة والنار، انت تحق في نار وتحق في حرارة وتحق النار قبل الحرارة. الملاحظة، وعلى فكرة الخلل اللي يصير شنو هو دائما؟ ليش حنغيره في نظريتنا؟ لان الحق هذه جات قبل هذه، والحق هذه قريبه من هذه، ونقول اكيد في ارتباط ضروري بينهن، وبعدين نكتشف انه ما فيش. خلينا نكمل صبري. اوكي، رجال يقول بالملاحظه تشوف الاسبقيه الزمنيه، بالملاحظه تشوف التجاور المكاني، لكن الملاحظة تدل على الحصول عندها ولا تدل على الحصول بها. شفت عبارة رهيبة، الملاحظة تدل على الحصول عندها، يعني إيش؟ ملاحظتك ورتك أن هذه صارت عندما صارت هذه، لكن الملاحظة ما تقولكش أن هذه صارت بهذه. الارتباط الضروري غير مالي. يبقى هذا شاهد ثالث. تخيلوا الكلام هذا حيقوله بعده ديفيد هيوم، ويعتبر ثورة في العلم لما قالها ديفيد هيوم، مع أنه بالحرف الواحد قال الغزالي قبله، لكن للأسف كل واحد قالها لسبب، وسبب الغزالي غريب وسبب هيوم مقنع جدا. سبب هيوم انك شوف ما فيش ثقه كامله في اي شيء حتى في العلم. طبعا هيوم سكبتك. الغزالي شو كان قصده من هل من فك الارتباط الضروري بين العله والمعلول؟ شو كان قصده؟ شنو كان هدفه؟ عارفين شنو؟ حتى يسمح بامكان المعجزات، حتى يسمح بإمكان المعجزات. بيش لما يقولوا في نار ودخلها سيد إبراهيم منحرقش، ما تقولوش هذا مستحيل. واضح؟ سبب عليه. سبب لاهوتي جدا. رغم أن المقدمات very rational. محمد الغزالي ولا أبو حامد الغزالي؟ من الغزالي؟ محمد الغزالي ولا أبو حامد الغزالي؟ أنا نقول لك قبل ديفيد هيوم. أبو حامد الغزالي. أوكي. اوكي نرجع للعلم تو. تفضل. هذا صار تو اللي هو عميد كليه. جاي جاي جاي. لا لا جاي، حننهي بيها اصلا. اوكي، قصه طويله شويه هي، لكن صدقوني راهو كون الطالب تكون عنده فكره واضحه تماما على ايش قاعد يدير هو اصلا كطالب علم، على العلم مش قاعد يدير، رغم مهم جدا. اوكي. تفضل. بدينا ذكرت ثلاث شروط اساسيه لتحقيق السببيه والضبط، لقيام علاقه سببيه. لقيام علاقه سببيه. نعم. لو اخذنا مثال علاقه الابن بالاب، او الاب بالابن، او الابن بالام، ماشي؟ واخذنا وطبقنا الشروط الثلاثه. الأول يكون أسبقيها الأب، أسبقيها الأب. شوف يا سيد، قل موقفك. لما نحكو عليه علاقات سببية في العلم، لا نتحدث عن علاقات بين أشياء،
تحدث عن علاقات أو بين أفراد، تحدث عن علاقات بين ظواهر في ظاهرتين. ليش؟ لأن دائما العلم هدف تفسير ظاهرة. صح. أوكي. خلينا نرد للعلم. طبعا أنا إلى حد كبير متفق مع تعريف الدكتور عادل. منيش مع كلمة وسيلة. كلمة وسيلة لا. أختلف معه. غير ذلك شوفوا. خلينا نشوفوا بصفة عامة. حتجدوا أن في أشياء كثيرة في العالم ممكن تعريفها فانكشنالي وظيفيا. يعني مثلا نقول لك نقدر نعرف لك الموس ولا المطرقة ولا السفينة بالوظيفة التي تقوم بها. إذا عرفت الوظيفة فقد عرفت الشيء. ليش؟ لأن هذه طبيعة الانسترومنت. فكرة الانسترومنت ندير في حاجة معينة. بدليل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ذكروا الآية هذه؟ به ليش ما يأخذش سفينة هضومة؟ لأن خرقها، ولما خرقها ما عادش تم تأدي وظيفتها، ما عادش تم السفينة. هو ياخذ كل سفينة مش هياخذها، لأن ما هيش سفينة. ليش؟ لأنها فقدت وظيفتها. واضحة الفكرة؟ يبقى في أشياء هويتها في وظيفتها. لا لا لاحظوا هذا one type of things. في أشياء أخرى. يعني تو مثلا نقول لك شنو تعريف الإنسان، تقول لي هو حيوان ناطق. هذه وظيفته أن يكون حيوان ناطق؟ مش وظيفته هذه، رغم أنها ماهيته. أوكي، لكن واضح أن في حالة الأدوات الانسترومنتس وظائفها هي هويتها، وهي اللي تعطيك تعريف، لأن هوية الشيء تعطيك تعريف. تمام. في حاجات هويتها مش في وظيفتها بس. لا خلينا نقول تانية، في حاجات هويتها مش في غايتها أو وظيفتها، لا في وسيلتها الخاصة في تحقيق. يعني لما نقول لك أساليب التدريس ما نحكيش على الغاية من التدريس، نحكي على الطريقة أو المينز لتحقيق هذه الغاية. هوية أساليب التدريس مش فانكشنال، انسترومنتال، أو لها علاقة بالوسيلة. بلاش أساليب التدريس، طريقة اللعب في كرة القدم، أسلوب اللعب 4-2-4 إلى آخره، هذا ايش خليه اسلوب معين، مش انه يحقق اهداف، لا طريقته المحدده اسلوبه في تحقيق الاهداف. يبقى هناك اشياء تعرف بايش؟ بغاياتها، وهناك اشياء تعرف بوسائلها، وهناك اشياء لا تعرف لا بغاياتها ولا بوسائلها. لو قلت لك الفن، شنو أهداف الفن؟ مختلف عليه. أو مش أي حالة تمشي، خلينا نقوله كل واحد قد يكون له تصور الخاص في أهداف الفن. أهداف لا، هو نشاط. شنو الهدف؟ إيش يبي؟ هل يبي يمتع الناس ولا بيصور الطبيعة وإلا مية حاجة؟ ولا في وسائله. يعني لو جينا الرسم، تبي ترسم بالتكعيبي، بالطباعي، الى اخره، بالتجريدي، بالتشكيلي. اوكي، يبقى الان عندنا ثلاث حاجات. ها، وحده تعرف في وظيفتها غايتها زي المطرقه،
وحدة تغيف تعرف بوسيلتها زي أساليب التدريس، وحدة تعرف لبهذه 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 فن. تعالوا العلم، science is functionally and methodically characterizable discipline. العلم نشاط قابل للتعريف وظيفيا ووسيليا، غائيا ووسيليا، وظيفيا ومنهجيا. بمعنى ان العلم باش تبي تعرفه تبي تدير حاجتين راك، شنو هن؟ واحد تقول لي شنو اهدافه، اثنين تقول لي شنو هن وسائله في تحقيق هذه الاهداف. وهو في ذلك يشبه الدين، حتى الدين باش تبي تعرف الدين الاسلامي تبي تدير حاجتين، شنو الغايات منه، شنو المقاصد، وشن الوسائل من الطقوس. ولا غنى لأحد ولا غنى لأحدهم عن الآخر. العلم أيضا، العلم تبي تقول العلم شنو هو؟ قول لي واحد أهدافه شنو هنا، واحد اثنين ثلاث. اثنين قول لي شنو الوسائل في تحقيق هذه الأهداف. في معرفتنا يعني في دراسة العلوم دائما يناظر الوظيفة structure. نعم يعني function and structure. أنا يعني تعريف الشيء ما وجدتش structure الموجود. أنا ما نحكيش عليه function بهذا المعنى، نحكي على function بمعنى غاية، وبالتالي اللي قابل غاية هو الوسيلة. واضح؟ أوكي. بشنو غايتنا الأساسية في العلم؟ تفسير الظواهر. هذا هدفك. هذا الهدف. دائما السؤال the why question. هذا هو هاجس العالم. تصير حاجة لماذا؟ ويجاوب عليها بلأن. ولما يقول لأن معناه بيفسر. ولما يفسر معناه بقوانين. يبقى غايته واضحة. لكن السؤال لماذي له أسبقية. أوكي تمام، بيعرفنا غاية العلم، سؤال هل يحقق في هذه الغاية؟ لا نستطيع أن نجزم، بل نستطيع أن نشك في أنه يحققها، لكنه يحاول بمثابرة أن يحققها، ولعله ينجح أحياناً. لكن على فكرة أفطنة العلم لعله نجح في تفسير كثير من الظواهر دون أن نعرف أنه نجح. أفطنة دون أن نعرف، لأنك مش تعرف أنه نجح تبي يكون عندك أدلة قاطعة، لكن هو بالفعل لعله ينجح. أوكي طيب، بين الآن نجو وعشان نوريكم إن راه أنك لا تستطيع أن تعرف العلم إلا بغايته ووسيلته في تحقيق هذه الغاية، أنك تحتاج الاثنين. نعطيك مثالين واضحات. ما هدف الأسطورة؟ أساطير شنو هدفها؟ هو التفسير. تفسير نفس هدف العلم. الأسطورة تقول في رعد عركة بالآلهة، في مطار واحد منهم يبكي إلى آخره. معليش تبسيط الأسطورة، لكن الأساطير في أصلها كانت محاولة بدائية لتفسير الظواهر. به ليش الأسطورة مش علم؟ لأن منهجها مش علم. عارفين الألكمي؟ ألكمي؟ نعم الخيمياء. شنو الخيمياء؟ رو هذا نشاط كان محترم جدا ومارس كبار العلماء في العصور الوسطى، مسلمين ومسيحيين،
وكانت الفكرة شنو؟ عندنا حديد واجد، ياريت ندوروا طريقة نحولوه لذهب. تجارب منضبطة ومحاولات جادة، التقدير اكتشفوه جماعة الخيمياء. منهج علمي؟ نعم. غاية علمية؟ لا. غاية الثراء. عشان هيك ما هوش علم. يبقى هذا دليل على أنك لا تستطيع أن تعرف العلم إلا باثنتين، بمنهج وغاية. قد تتوفر غاية العلم في التفسير كما حدث الأسطورة، وليس لديك علما، وليس لديك علم. وقد يتوفر المنهج كما حدث في الخيمياء، وليس لديك علم. تحتاج إلى إيش؟ الاثنين. الآن لما نرد للسؤال، الحجامة والطب البديل لآخره، سؤال واضح. طبعا لاحظوا أن المسألة فيها مختلطة بعض الشيء بالتكنولوجي، لأن رغم ما نحكرش عليه ساينس كوي ساينس أو علم بمعنى علم، أن الأمر مختلط لأن نحكو عليه إشفاء، أوكي، وبالتالي استخدام تقنيات معينة، راهو الدواء حتى هو تقنية، راهو هذين كلهن، راهو الطب في معظم تقنية، في نظريات، لكن الشغل كله على التقنية، الصيدلة كلها تقنية، كيف هذه النظريات تتوظف في إشفاء الناس في علاجهم. فمسألة الحجامة، مسألة الطب البديل، لما نتعامل معها على مستوى أنها علم، السؤال تعال اللي يقولوا بالطب البديل، شنو فرضياتكم اللي تدافعوا عنها؟ هاي فرضيتي أن هذا يشفي كذا، شنو التحاليل والاختبارات والمدى انضباطها إلى آخره. هل كل هذه الشروط المعرفية العلمية المنضبطة مطبقة عندكم؟ كان مطبقة علم. تعالوا معانا، ليش سمينا طب بديل أصلا؟ كلمة بديل نفسها موضع اشتباه، صح؟ أوكي، أعتقد أني حنوقف الآن لأني حندير نقلة. بس جميل، اتفقنا على أن العلم بيش تعرف تعريف دقيق تحتاج إلى سرد أهدافه وسرد مناهجه. نقطة أخيرة وحاسمة، ليش العلم يشكل أوج مراحل العقلانية البشرية؟ ليش أنا أسمي فيه سندريلا الدراما البشرية؟ العلم سعاد حسني سندريلا الشاشة المصرية والعربية، العلم هو سندريلا الدراما البشرية، بمعنى هي أيقونتنا، أيقونة البشر. بكل ما قلنا فيها، بكل هجومنا عليه، هو أفضل ما لدينا. من قال لي العلم منتهى العقلانية؟ الإجابة بكل بساطة، تذكروا تعريفنا للعقلانية شنو؟ تذكروا تعريفنا للعقلانية شنو هو؟ تذكروا قلنا أمتى يكون السلوك عقلاني؟ قلنا السلوك باش يكون عقلاني مش لازم يحقق الهدف، لكن السلوك يكون عقلاني إذا كان فرصة في أن يحقق الهدف أكبر من البدائل المتوفرة. العلم عقلاني ليش؟ لأن هذا هو منهج أصلاً. وانتبهوا النقطة هذه، العلم ما عندهش منهج محدد، عنده فكرة منهج. العلم قاعد يقول لك شوف انت تبي تفسر ظاهرة، شوف أفضل وسيلة ممكنة لتفسيرها. لقيت التجارب والملاحظة والانضباطية والمتغيرات والكلام هذا هي أفضل وسيلة، يبقى هذا منهجك.
به جيت نبي نفسر ظاهرة إنسانية أو نفسية أو اجتماعية. هل نقدر نجيب بشر ونجرب عليهم ونطبق عليهم ونحطهم في مختبر؟ ما نقدرش. بيشني البديل متاعي؟ منهج البديل للتجريب، الانترفيوز، الفوكس جروبس، استبيانات إلى آخره. يبقى هذا هو المنهج العلمي. في العلم السنية هذا المنهج العلمي. وبالتالي اللي عنده نظرة دونية للإنسانيات يقول أنتم مش علم، راهم مش فاهم أصلاً إيش معنى علم، راهو الخلل فيه هو. الرياضيات علم ولا لا؟ تجرب، دير في متغيرات، تضبط في، ما تديرش في كل شيء. ليش؟ لأن أفضل وسيلة لتحقيق الغايات الرياضية هو البرهان الذهني. فلماذا تستكثرون على العلوم الإنسانية أنها لا تطبق منهج تجريبي؟ واضحة؟ يبقى النظرة الدنية للإنسانيات راهي مؤسسة على خلط عند من يشك فيها. وأنا نختم لكم بواقعة شخصية. أنا أتذكر زمان أيام النظام السابق قرروا أن العلوم السياسية تقعد مع الأداب. طبعا الفكرة كانت أصلا هي أمنية أكثر من أي شيء تاني. العلوم السياسية كانوا فيها بصراحة كانوا فيها رموز، يعني البعجة، زاهر المغيربي، آمال العبيدي، أم العز، كلهم. فكانت فكرة ذوبهم هذوما في الأداب، أداب فيها طلبوا حيضيعوا في الزحام زي ما تقول. احتاج رئيس القسم، واحتاج بعبارة بصراحة ما عجبتنيش، نتاع بصراحة أنا راني علم، أنا ما يشرفني اللي قعد مع الأداب واحد. فكان رد عليه، ردي عليه، وأنا ما يشرفنيش نقعد مع واحد يفهم العلم بهذه الطريقة. يعني خاله هو أصلاً فيه. على أي حال حنأخذ بريك 10 minutes.